ورجعنا لكم مرة تانية ومعانا فقرتنا المميزة مع أصدقائنا المميزين أوشي ومعتز. مساء الفل. أهلا بيك يا معتز ميزو وأهلا بيك يا أوشي. النهاردة هتعملوا لنا أكل حلو جدا، هتعملوا لنا مقلوبة. طلعت يعني أنا من المكونات كده حاساها سهلة إن شاء الله. مقلوبة وسلطة الطماطم بالبصل والثوم وشوربة لسان عصفور باللحمة وكاس اوشي. ده الحلو بتاعنا النهارده، كاس اوشي. اوشي اوشي نازل بالديزرت. اتفضلوا حضراتكم قولوا لنا المكونات. تمام. انا احنا هنعمل مقلوبه النهارده، هنعملها المقلوبه فيها اتنين، فيها مقلوبه عراقي وفي مقلوبه شامي. احنا هنعمل المقلوبه العراقي دي اسهل واسرع، ودي هننتجها على طول يعني. اوكي. فعندنا 1.5 كيلو لحم مكعبات سالقينه مجهزينه. اوكي. عندنا 1.5 كيلو رز بسمتي، بيقسموه في العراقي بيقسموه جزئين، جزء بيعملوه بالصلصه، بيعملوا رز بالصلصه، ورز بيعملوه بالكركم عشان يبقى اصفر. تمام. وبتنجر رومي وفلفل وبطاطس وبصل وطماطم وثوم وملح وفلفل. تمام. كل دول احنا هنقليهم بما فيهم الطماطم بما فيهم البصل. طيب هنركب ونخش على النار. اسمح لي بعد اذنك، 1.5 كيلو لحم مكعبات، 1.5 كيلو ارز بسمتي، بتنجان رومي، فلفل رومي، بطاطس، بصل، ثوم، ملح وفلفل. تمام. والارز ده بسمتي صح؟ والارز بسمتي. اوكي. احنا اوشي يقول حاجاتك انت يا اوشي. طيب احنا هنعمل النهارده شوربه لسان العصفور بنسائر اللحمه كده. اوكي. خدنا اللحمه نص سلقه وفصصناها كده زي النسائر، مش كده، مش يعني مش كيوبس، مش مكعبات. اوكي. نسائر كده. فمعانا كيس لسان عصفور وبصل وقطع اللحمه والشوربه الاستوك بتاعنا اللي احنا سلقنا فيه وملح وفلفل. تمام. كيس لسان عصفور حسب الكميه يعني، لسان عصفور بينفش. ما احنا بنقول المكونات يعني، كل اللي بيطبخ بقى عنده اربع افراد عنده خمس افراد هو بيشكل. أوكي. الموضوع على مزاجه. ماشي. وكاس اوشي. وكاس اوشي معانا بسكوت شوكولاته كاستر، كريمه لباني، فراوله، كراميل، وشوكولاته للتزيين. اوكي. تمام. نقولهم تاني. تمام. بسكوت شوكولاته وكاسترد وكريمه لباني، فراوله طازه، كراميل، فارماسال، وقطع شوكولاته للتزيين. طبعا انا ما قلتش المنيو بتاعت المقلوبه عشان ما تدخلش عشان مش هتاكل يعني يعني غالبا ما هقوم بيها لوحدي هتضربني. المقلوبه بسيطه زي ما احنا قلينا البتنجان و قليين البتنجان. قليين البتنجان. اوكي. القليه العاديه بتاعتنا. القليه العاديه. هنقطعه شرايح زي ما هي كده اهو ونقليه، وبعد كده نرصه، نبتدي نرص طبقات في حله كبيره. اوكي. الشامي ني في ني، الشامي بتنجان ورز ولحمه وني في ني. طب بلاش تقول لنا الشامي، خلينا. أوكي. النهارده في العراق. خلينا النهارده مره ثانيه هتوحشنا نروح عاملين الشامي. ماشي. تعمل ايه يا اوشي؟ انا هنزل الكاستر في بوله كبيره. اوكي. تمام. تمام. وهنزل عليها بالكريمه. اوكي. دلوقتي معتز بيحط الطماطم راق وبعدين هتحطه فوق البصل. مزبوط. صح؟ احنا بتوع راقات. طيب نشوف بقى اوشي. اوشي كده الكاسترد وفوقيه الكريمه، كريم شانتي. يا لهوي. صباح التخن. امبارح كان بطاطا والنهارده لا، الحياه مش كده يا جماعه، الحياه مش كلها كريمه. امبارح الناس ضربتنا. الناس مبسوطه جدا. اللايف اللي بنعمله بعد الحلقه تعليقات جات لي وناس كتير قوي كلمتني. عايزين البطاطا. عايزين البطاطا. عايزين البطاطا. بطاطا في اوضه مها. احنا انت بتقلبهم. بص بقى انا هعمل ايه، احنا مش هنقلب بقى تقليب، احنا هنعمل حاجه اسمها يعني فولدنج كده، يعني ايه بالراحه عشان الكسر. فولدنج ده بالبلدي برضو، ده المطبخ البلدي. لا ده مش بلدي بقى، مش عارف اقولها الشرقي. يعني نقلب بس بالراحه. نقلب بس بالراحه. اوكي. بشياكه يعني عشان ما نهبطش الليله دي، عشان ما نهبطش الكريمه والكسر ما يفكش مني. زي البيض المقلي كده اللي هو بنقلبه بس يعني مش بنعمله اومليت. بشياكه. ناخد اول طبقه رز. انت استنى ثانيه واحده، ثانيه واحده الكاميرا بس تجيب لي انت بتعمل ايه. انت حطيت الطماطم وفوقيها البصل. وفوقيها البصل، الفلفل. وفوقيها الفلفل. وفوقيها بطاطس متقطعه زي الشيبسي بس طريه. مظبوط. وبرده. اوكي. وبعدين فلفل. كله مقلي. كله مقلي. تمام. وبعدين راقه رز اللي واخد صلصه. مش كده؟ مظبوط. اوكي. اوشي بيقلب الكريمه بالكاسترد نص تقليبه زي الكيك كده عشان ال بصي من فوق لتحت يعني، ناخدها من فوق لتحت ونقلبها كده بحيث كله يخش في بعضه. ماشي. اوكي. ده الرز ده رز بالطماطم ولا ده رز بالصلصه؟ رز بالصلصه. رز بالصلصه عادي جدا.
وانت بتسلقه بتحط معلقه صلصه. بحط معلقه صلصه معاه بحيث ان هو يديني بس اللون الاحمر. مستوي سوا كامل صح؟ مستوي سوا كامل، بس احنا هنسقي المرحله الاخيره بقى، هنسقيه وهنسيبه 10 دقائق على النار. اوكي. بتسقيه شوربه؟ بسقيه شوربه. طب شوربة ازاي اللحمة. مش كله مستوي تجاه عجن؟ كله مستوي بس لا ما يعجنش. بس عشان يطلع مع بعضه بقى وياخد يعمل القالب. بالظبط، عشان ياخد شكل القالب. عشان هو ما يفرطش. مش هياخد شكل القالب ده لما ياخد الشوربه. طبعا. تمام. وهي خلاص شربت التسويه بتاعتها كلها. فمفيش حاجه هتعجن. اوكي. والبسماتي اصلا يعني بيحب الميه. هنرص بقى الطبقه الثانيه. طبقه بتنجان فوقيه فلفل فوقيه بصل فوقيه طماطم فوقيه بطاطس. مظبوط كده؟ مظبوط. بص اللعبه بقى. يا وشي. ايه بقى؟ فين اللحمه؟ ما اكيد اللحمه انت هات الحله سنه يا معتز. نعم. هات الحله سنه ناحيه اوشي. ايوه بس كده. ناخد الفلفل. اوكي. انت بتعمل ايه بقى؟ دلوقتي بحط الكراميل تحت اوشي بيحط. لا الاوشي بقى بيحط الكراميل. تمام. في الكاس. حاول نجيبه كده على الكاس. الله عليك والنبي زود الكراميل شويه عشان انا بحبه. بس هنجيبه كده. لعبك يا وشي يا لعبك. لعب النهارده بقى بصي. ده بقى الاطفال ده اساسا بيعشقوه يعني ده انا يعني اخترعته لبنتي هي اللي بتحب مش يعني هي بتحب المكونات دي إيه؟ خديجه يبقى اسمها واسمه كاس خديجه بقى خديجة. كاس خديجه صار اللي عملته معلش اتعمل علشان خديجه كاس خديجه خلاص والنبي واحده منهم كتر فيها الكراميل مش في صوابع زينب وكاس خديجه صح يبقى كاس خديجه يبقى كاس خديجه ويبقى خدت ترند خلينا نعرق بقى غار المنيو تمام معتز انت كده عملت الطبقات طبقات مظبوط صح يا ميزو نبتدي بعد كده نحط اللحمه بتاعتنا اوه ده انا نسيت ان في لحمه طبعا هي اللحمه دي مسلوقه وشي بيحط البسكوت الشوكولاته انت مكسره بقى بسكوت شوكولاته كلنا عارفينه المدور ده مش هنقول مش هنقول ده سر لغايه ما يجي يعمل عندنا مش هنقول اي حاجه لحمه مكعبات اوكي لحمه مسلوقه بس كده لحمه مسلوقه بالبصل والحبهان والسلقه العاديه بتاعتنا تمام شكلها حلو قوي على الشاشه يا معتز بس هنزل بسن الكراميل تاني ايه الجمال ده لان احنا هندي الشوربه التوم ايه الجمال ده بجد يا لعبك يا لعبك يا وشي وشي راح حاطط شاية كراميل كمان لا لا يا شيخ اتقي الله اتقي الله اتقي الله كلنا لازم نتوازن بعد البرنامج على فكره بعد البرنامج هو احنا كده مش هنكمل في البرنامج سعادتك انا مش فاهم البنت دي عامله معاناه علشان تخس احنا كده بنبوظ لها كل اللي بتعمله كنت بسبب المطبخ بجد والله فانا فعلا مش هاكل برضو زي امبارح لا لا فعلا زي امبارح مش هتاكل التوم يا اعزائي المشاهدين رانيا يوميا بتعترف بتقول انا مش هاكل وانا ماليش في المقلوبه وانا ماليش في البطاطا ومش عارفه ايه حضراتكم كل يوم بتخش الاوضه بتتخانق معايا عشان عايزه تاخد طبقين خبوني وبشوفوا اللايف بتاعنا على صفحتنا على برنامج اللمه الحلوه خشوا على الفيسبوك على صفحه اللمه الحلوه هتشوفوا رانيا عملت ايه امبارح والنهارده انا حرص على حاجتي انت قولي لهم ياكلوني سد الحنك وانا لا خالص وسد الحنك لما هيتعمل ده بتاعي انا بحب سد الحنك مها ورانيا انا ما ملحتش الشوربه اوكي عشان خاطر دي اللي هسقي بيها اوكي فبملحها وبديها التوم في الاخر الشوربه بتملحها وتديها التوم في الاخر بعد ما تشيل منها اللحمه يعني منها الكلام وانا بموت في شوربه اللحمه بالذات بجد بتبقى تحفه نحط اخر راق اوكي للرز اللي هو اللي بالكركم بقى اللي هو بالكركم بقى أوكي. وده هنزيد فيه ريحه يبقى عامل لنا الحاجات في حاجات اوسع زهرت. شويه والنبي يا معتز حاضر عشان العدد بس جميل انت اللي عامل يحط الطبقه الاخرانيه ها ولا خليت ريم هي اللي تعمله وبعدين وانت جايبه ليه؟ اديتوني في العمود وانا جاي العمود بتاعك واحنا ماشيين قالت لي خد العمود ده بتاعك
مش عارفه بطلع هفتين من هنا. اللانش بوكس بتاعنا. طيب يبقى احنا رز احمر تحت بالصلصه زي ما قلنا. مظبوط. ورز بالكاري فوق بالكركم. انا اسفه بالكركم. عصو اي حاجه لونها اصفر عندي كده. عارفه زي السبيت. مش هرد عليك. وبعدين وقوشي قاعد عمال يزوق. ايوه. 100 100. تمام. 100 100. نعمل بقى كده. يا نهارك ابيض. يا اخي اعتبرني خديجه يعني. لا اله الا الله. لا اله الا الله بجد. اللي بتعمله فينا ده حرام. عايز اقول لك اللي هي هتموتني اللي انا ما جبتش يعني انا هاخد كاس وانا مروح عشان تبقى عارف. مين لازم؟ يعني لازم تعمل كده. يبقى كنت عملت ثلاث كاسات. ما هو رانيا ما هنعمل تاني. هنعمل. ايوه هنعمل. انا مش واخد بالي ورايا بجنبك يا باشا. دول الكاسين بتوعي انا ورانيا. في اهو البوله فيها قد كده للاستوديو كله. معتز انت بقى بتسقي دلوقتي بالشوربه اللي حطيت لها ملح وفلفل. مظبوط. اتنين لوش. اتنين مغرفه. اتنين مغرفه بس. أوكي. بحس ان الـ 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 كل المكون ده يتجانس مع بعض. اوكي. اديها كراميل. طيب. انا عايزه كده بقى. انت حطيتها كده اهو وبعدين خلاص يعني بعد ما حطيت الطبقات دي على النار بقى شويه ولا بس. ايه؟ على النار لغايه ما تشرب الميه. على درجه حراره هاديه. هاديه. اه اوكي. بص بقى لعب الكراميل على الفراوله. لعب بالكراميل على الفراوله. على الفراوله بقى. انت هتديني كوبايه الكراميل دي بعد كده. ها. ايه الجمال ده كده. ده انا هروح اعملها للولاد. نهار مثلا. لا بتبقى جميله جدا وفي نفس الوقت الاطفال بيحبوها. دي دي انعم شويه. دي شوكولاته تزيين. نهار مثلا. اه اوكي. احنا مش هنقول بقى اتفقنا. لا هي هي اسمها كده. هي اسمها ايه؟ هي فارماسيلا. لا ده مش منتج. اوكي. تمام. يا نهار ابيض. كل اشكال وانواع وانواع. ودي دواريات شوكولاته ملونه. يا جميل. برافو عليك. مش هنجيب سيره. مش هنجيب سيره. محدش يعرفها غيرنا. الله عليك. يا طبعا بنقول لاعزائنا المشاهدين اي حد محتاج يعمل اي اكله ومش عارف الوصفه بتاعتها ايه كلمونا او ابعتوا لنا على صفحتنا. كلمونا في التليفون. تليفونات ظاهرة على الشاشة كل يوم معاكم اوشي ومعتز علشان يقولوا لكم على اي وصفة انتوا عايزين تعملوها. حلو حادق عربي شرقي غربي اللي انتوا عايزين. هم يسألوا وهم يعملوا وانتي وانا اكل وانا اكل. قال يعني وهي يا حبيبتي بريئة ما بتاكلش خالص يا حرام. والله العظيم احسن حاجة عملوها فينا سنجاب وراقي ان هم بيطلعونا لايف بعد كده على الفيسبوك عشان يشوفوا الست دي بتاكل. بتاكل اكلي. بتاكل اكلي. انا ما بتخنش. هيصدقوك يا لبنى. هيصدقوك. نقول السلطه. نقول السلطه الستارتر بقى الابتايزر بتاعنا. احب انا قوي كده. تمام. سلطه الطماطم. احنا سلطه بلدي انا خدت منه بقى النهارده اهو طالما هو داخل بكاس مش فقمت انا داخل بقى بالسلطه البلدي النهارده. اوكي. سلطه الطماطم معانا طماطم حلقات. اوكي. بصل مقطعينه ريش. ريش جوليان. توم وخل وملح وفلفل وكمون. توم وخل وملح وفلفل وكمون. الله عليك. ادي البوله اهي. البصل ريش اهو. هناكل بصل النهارده يعني الفقره الطبيه هتبقى ريحتنا طالعه في الشاشه. لا وانا برضه طالعه على الهواء. انا برضه هخليكي توصلي للمرحله دي. لا احنا هنفس في طريقه. أيوة. ان احنا ناكل عودين بقدونس بعد البصل بتضيع. لو حطيتي خل وليمون راح. احنا معانا تليفون هاجر من القاهره. الو يا هاجر. الو. اهلا يا حبيبي. اهلا بيك. اهلا بيك. اتفضل. الحمد لله. ازيك انت؟ تمام الحمد لله. اتفضلي يا هاجر. عايزه تعرفي ممكن اسال الشيف سؤال؟ طبعا. اتفضلي. تمام. انا كنت عاوزه اعرف طريقه البيكاتا. 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 اوكي. بيكاتا لحم ولا فراخ؟ لحم ولا فراخ؟ لا فراخ. تمام. بيكاتا الفراخ. هتجيبي صدور الفراخ هتقطعيها رفيع بزيت زيتون وملح وفلفل تتبليها تحطيها في طاسه فيها شويه زيت زيتون هتنزلي عليها بعد كده تسيبيها لغايه اما تستوي وبعد كده ترفعيها من النار وتسيبي زي ما البهاريز موجوده في نفس الطاسه. تجيبي كريمه لباني وشويه جبنه مبشوره وبصل وتوم وتلفيهم مع بعض وتسيبيهم يقصروا وبعد كده ترجعي مره ثانيه ومشروم لو حبيتي المشروم. في ناس كتيرة ما بتحبش المشروم في البيكاتا. تروح مراجعه لصدور الفراخ وتقوم راجعها مره ثانيه صدور الفراخ. بس بمنتهى البساطه. بس كده تاخد لها غلو على النار. تاخد غلو على النار علشان الصوص نفسه يخش بقى في الكريمه بس تمسك. اوكي. عشان الصوص نفسه يبقى ما تبقاش من جوه طعمها فراخ مشويه. بالظبط. اوكي. وصفه خمس ثواني. احنا وصفاتنا وصفه 10 دقائق. بص انا هعمل لكم الشوربه. اوكي. وهرجع اكمل لكم لو معانا وقت هعمل لكم كاسات تاني بس. أوكي. قلت عشان نكسب وقت. ماشي. فانا نزلت بزيت
تمام. وهنزل بالبصل بتاعي هيشد هو مع النار. اول مره اعرف الحته الشوربه فيها بصل. تعلم طبعا انت عارفه كل حاجه قروبه ست بيت البلد. المكونات يا مها الطبيعيه احسن بكتير من من اي فليفرز هتحطيه. طبعا حطي البصل وحطي الجزر وحطي الكرفس وحطي اللي انت كل اللي انت عايزاه. ده ايه ده اللي انت بتحطه ده؟ كمون. اه افتكرت فلفل. لا الكمون مع البصل كل ده الوصفه فيها فلفل بس ما حطيتش فلفل. اه الكمون مع البصل ليه يا معتز؟ حط فلفل عشان ما تاكلش يا معتز. انا عايزاكم تكتروا الفلفل الاسود بعد كده ولا عشان غالي؟ الثوم بقى ب 20 جنيه تخيلوا. تمن الفلفل الاسود ب 20 جنيه طبعا دلوقتي بحط بالفلفلايه. لا ده اكتر تقريبا اكتر. والله اه والله والله ده انا اخر مره جبته من اسبوعين ب 20 جنيه. لا ده من اسبوعين. لا ده من زمن. هو الكيلو بتاعه ب 180 ايه ده او 220 ب 220 اه 220 ايه اللي ب 160 جنيه؟ الفلفل الاسود الكيلو ب 160 جنيه؟ شفتي بقى انه ما حسبتهاش ما حسبتهاش. يا خراب ايه ده؟ بيتعب القولون و ما يعني نستعملش فلفل اسود بلاها فلفل اسود. ما لو 160 يبقى التمن ب 20 جنيه يا صباح. ما تجيبيش فلفل اسود بكره. كنت قايله لها هتجيب فلفل اسود ما تجيبيش بكره فلفل اسود يا صباح على الهوا. عارف المكالمات اللي تخش كل شغل الغسيل. احنا معانا احمد على التليفون. احمد مساء الخير يا احمد. نو احمد. نو استاذ احمد. طب انا هنزل باللحمه مع البصل. بفرح قوي لما الرجاله بتتكلم عشان بتبقى مهتميه بالموضوع. اه انت نزلت بايه بقى؟ باللحمه. انا حطيت البصل بعد البصل وهو لسه بلونه. بلونه اه عشان ما ياخدش طعم التقليه. لا ما احنا مش هو بس بصل هيدينا هيرفع معانا التيست شويه. اوكي ويخلي اللحمه بقى يعني ايه نساير اللحمه دلوقتي. ايوه نساير سؤالنا الاول رفيع قوي ده نساير اللحمه. ثانية واحدة بقى. عمال انت بتقلب انت معتز. ايوه انت عملت ايه؟ انت عملت الكمون الخل كمون ملح وشوية زيت زيتون بس بساط. الله عليك. معلش هي سمعت 160 جنيه فطبعا يعني توترت. طبعا بقى انا متوتر. الله من فوق اهي. ده انا هاكل بصل عشان تتاخد بايت كده على طول. اه يا حبيبي جميلة متعبة. جدا ما تبقاش متعبة. عمرك حطيت سكر على البصل؟ اه طبعا. اه طبعا طبعا. انا بحب بيبقى جميل. انت لو عايزه تسرعي اصلا السوا بتاعه كمان على النار هتحطي سكر. اه وهو اصلا هو السكر بتاعه هو اللي بيكرمل. لا بس رانيا رانيا لا 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 انا سمعت اللي يعني هتيجي تنافسني يوم على الهواء. لا ما اقدرش. معتز سمعت. خد المكالمه دي يا معتز. الو الو مساء الخير. ازيك يا ميزو؟ اه لا انتوا بتلعبوا معايا بقى ماما. المدرسه بقى كلها بقى. المدرسه كلها بقى. شفت انا عرفتها من اول صوت يعني المدرسه كلها يعني. حضرتك اللي معلماه ولا هو علم نفسه؟ لا والله هو عبد الملكه دي من زمان. يا ماما والله يا ماما يا ماما يا ماما من زمان. وبيعمل لكم اكل في البيت ولا هو بس جاي بيطنطط علينا احنا بس؟ والله ما شاء الله عليه ربنا يبارك له. ربنا يخليه لك يا رب. بجد هو شاطر و ما شاء الله محترم واخلاق وكل حاجه جميله فيه. ربنا يخليك يا مقدة. انا بقى يعني شوفي قلبي وربي وجسمي وكل راضي عنه. امي يا بس امي. طب وانا طب ياما انا فين؟ على جنب اهو مش حبيبي. ربنا يبارك لك يا معتز. يا رب يخليك لي يا امي. انا من غيرك يا امي من غير دعواتك ما ولا اسوء. والله يا معتز عشان كده ربنا بيوقعك من الناس الحلوين ولاد الحلال. ربنا يخليك يا حبيبتي. ربنا يخليك. تطلبي ايه طيب من معتز عشان يعمله لنا قريب؟ انت عارف ان هو بيعمله حلو. والله هو بيعمل كل حاجه حلوه. كل حاجه من معتز. مين يشهد للعروسه يعني؟ ماشي ماشي. عموما تسلم ايديكي وتسلم. ازيك يا وشي؟ ازيك يا ماما عامله ايه؟ الحمد لله حبيبي. ربنا يبارك لك. ربنا يوفقك. ربنا يبارك لك يا رب. ربنا يبارك لك. تسلم لنا يا رب. تسلم لنا يا رب. احمد من القاهره رجع تاني. احمد مساء الخير. نعمل لكم بصل. الو الو ايوه اهلا بحضرتك. ازيك انت؟ انتوا برنامج لذيذ جدا. انت بتاكل فلفل اسود ولا لا؟ ربنا يخليك يا رب يا احمد. ساعات لازم الاكل يبقى فيه فلفل اسود لازم. مش كده والنبي يا احمد. وانت اخر مره جبت فلفل اسود جبته بكام؟ اخر مره جبته مش هو اللي يعرف يا روني. لا مش انا ما بجيبش ليا ماما. ده شغل ماما. اهلا بيك يا صاحبي. ايوه انا ليا في الاكل زيي. امال بتتابع الطبخ ليه لما انت ما بتشتريش حاجه الاكل بتتابع المطبخ ليه؟ عشان بنحب نتذوق المطبخ. اه انت بتموت في المطبخ. انا حياتي المطبخ مبدئيا. بتعرف تطبخ؟ اه
ايه اكتر حاجه بتعرف تعملها؟ حاجات كتير يعني. انت عايز اعمل قولي انت عايز عادي اي حاجه. طب انت عايز تسال على وصفه اكل او حاجه؟ لا انا بس بكلمكم اقول لكم انتوا برنامج لذيذ جدا. ربنا يخليك يا احمد وانتوا مشاهدين جمال بجد والله احنا فرحانين بيكم. ميرسي جدا. انا باكل بصل. انا عايزاكي تاكلي بصل عشان ابوسك من بقك. لا ابوسك من بقك بعد كده. البصل بينايم. ها البصل بينايم. ليه بلاش؟ انفخي في وشي انفخي. كلهم جوه بيقولوا لي بلاش، ليه بلاش؟ انت عملت ايه؟ انا قلبت ال المقلوبه. المقلوبه. بس معلش عشان انا عارفه ان هي وقعت عشان الطبق صغير شويه عليها. الطبق للاسف كان صغير. ولا يهمك. فاعذروني في هتتاكل هتتاكل. اه كده كده هتتاكل، مفيش حاجه هتترمي. هي مقلوبه هتتاكل جوه. ممكن اعمل لكم كاسين تاني كده بسرعه. عشان بس عرقي ما يزعلش. وانت الشوربه حطيت فيها نسائر اللحمه؟ انا حطيت النسائر وانا كده كده كنت محمر لسان العصفور. فحطيته لفيته معاه لفه ونزلت بالشوربه. يعني كده كده احنا بنحمر لسان العصفور ونشيله على جنب. لان انا عندي اللحمه مستويه اساسا. يعني اللحمه اساسا مستويه، فانا نزلت بس حطيت لها بصله. ولحمه مسلوقه بس ولا مسلوقه متشوحه؟ لا لا مسلوقه بس. سلقه كده. وخدت النسائل بتاعتها. ونزلتها مع بصل. هي نسايل ولا نساير؟ نساير. بالر. ماشي اوكي. ولا باللام؟ انا بالار. بالار. بالار بس. ونزلت عليها الاستوك بتاعها اللي هي الشوربه اللي احنا عاملينها فيها اساسا. اوكي. بس ومش هتزود بقى ولا كريمه لباني؟ لا 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 لا. انا ما فهمتش برضو في الليله دي لسان العصفور نزل امتى؟ نزل بعد اللحمه. نساير. نسيره. نسيره. مش نسيله. نسيله. هذه هي القنبله. انت قلت لي لسان عصفور نزل امتى؟ هي دي المشكله. بعد اللحمه. هو بعد اللحمه. شوح البصل وحط اللحمه وبعدين راح حاطط لسان العصفور وسقاها شوربه بقى. يعني كده كده لسان العصفور هياخد سوى شويه معاه. هيستوي بقى. كلي بصل. كلي بصل. عايزاكي تاكلي بصل. مش هتاكلش حاجه تانية؟ يا خبر ابيض. هتولها معلقه. يا خبر ابيض على البصل وجماله. تلاقي المشاهدين قرفانين مني. قاعدة تاكلي بصل كل ده؟ كلي بصل كل عشان ابص الدنيا من بقها. احنا معانا احمد. الو يا احمد مساء الخير. مساء النور. كل النهارده اللي بيكلمونا اسمهم احمد. ازيك؟ انا اسمي احمد القصاص. اهلا بيك يا احمد. اهلا استاذ احمد. اهلا استاذ احمد. ازيكم عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ برنامج جميل جدا والله. ربنا يخليك. جميل بيكم. ده صديقك. حبيبي. صديقي. طبعا ده حبيبي. صديقي. اهلا بيك يا استاذ احمد. اهلا بيك. ازيكم عاملين ايه؟ وقتكم زي الفل وبالنجاح يا رب ان شاء الله. ربنا يبارك لك يا رب. ربنا يبارك لك. وبعدين انا بتابعكم بعد البرنامج وبحقد عليكم الاكل اللي بتاكلوه يعني. على لايف. ها؟ على الفيسبوك. طب قول لهم على الفول بالفحم اللي انت اكلته الاسبوع اللي فات. يا جامد. الفول بالفحم ده قوي جدا. انا عايز اشتكيكم اساسا من شيف وشي. شوفي صاحبه ما اكلنيش ولا طبق من الاطباق دي اساسا. يا راجل يا طيب. يا راجل يا طيب. حبيبي يا شيف. حبيبي يا توفيق واعمل لكم المداخله يا رب بالنجاح ان شاء الله. ربنا يخليك. ويستمر البرنامج على طول ان شاء الله. طب ايه اكتر حاجه بتحب تاكلها من ايد اوشي؟ ما هو ما دقش بيقول لك. ما دقش ايه بس؟ لا ما دقش ايه بس؟ لا 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 انت انا بعمل شكوى على الهوا دلوقتي. خلي بالك هو هيمشي ويجي لك فاحسن تقول. احسن هيجي لك. هو انا اساسا هروح له النهارده ان شاء الله عشان يعمل لي الطبق ده للولاد. بكره المنيو احمد مسلوق بقى. ايه الكاسات دي؟ حبيبي يا وحمي. حبيبي شيف وشي بالتوفيق من تومين. ربنا يبارك فيك استاذ احمد. ده خير. على التليفون. باي باي. باي باي يا احمد. مع السلامه. طيب احنا خلاص فاضل لنا دقيقتين بالعدد. فعلا. ممكن نغرف الشوربه؟ نغرف الشوربه. يا ريت. وانا اعمل لكم كاسين تاني بسرعه كده. اوكي. رائع رائع. شكل الكاسات يفتح النفس. امسحوا كاس وشي. كاس وشي دي خلوها كاس خديجه. كاس خديجه. الله امسح حرام ما توديناش في داهيه. مش هتدخلني البيت. خلي الراجل يروح. شوف عندها كام سنه؟ عندها 6 سنين ونص. لا مش هتدخلك فعلا. ولسه جايبه ميداليه برونزيه مرن جمباز. مبروك يا ديجا. وانا بحييها اهو على الهوا. مبروك. مع انها كانت معاداني بالذهب. طب دي الهديه يعني بتاعتها. كاس خديجه. فان شاء الله هي داخله بطوله تاني كمان شهر. ان شاء الله هي قالت لي كده كده. ان شاء الله هنعمل كده. مبروك يا ديجا. تمام.
واو ده تهريد بصل بس حلو ابتدى يجيلي حموضه بطلي بصل هاتوا معلقه عشان هي تاكل مقلوبه انت عارفه انا بحب ده بالسماق بيديني مزازه بقى والله يعني مع البصل حطوا سماق سماق جميل قرده دي قرده لو ما اكلتنيش في مره لازم هعمل كده اضحك على الهوا لازم هعمل كده اوه يا اوشي جامد عندنا مقلوبه عندنا شوربه لسان عصفور باللحمه عندنا سلطه تعتبر بلدي طبعا طالما في دخل فيها البصل بالكم ده اكتر من الطماطم وعندنا اوشي عامل لنا كاس خديجه كاس خديجه بقى خلاص هو كده كاس خديجه كاس خديجه انا رايي كده وتسلم ايديكم ميرسي 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 عايزين فاصل مدته ساعتين ساعه ونص ساعتين شويه بعد البصل اللي كلته ده ميرسي فاصل ونرجع لكم مره ثانيه مع فقره الجمال مش كده ولا ايه عندنا دكتوره رندا الشافعي اخصائي الجلديه والليزر بمركز جرين نروح ناكل ونرجع